بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السيد النائب البرلماني السي الحسين البوحسيني، السيد نائب السيد رئيس دائرة أمر سكان بالنيابة، السيد رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، السيد رئيس مركز الدرك الملكي بتزنق، ممثلي جميع السلطات المحلية الحاضرة معنا، السيدة ممثلة غرفة جهاز درعا التحفيلات الصناعة، السادة رؤساء الجماعات، السيد رئيس جماعة تزنق وأعضاء وعضوات مجلسي، السيد رئيس جماعة سيروا والوفد المرافق له كذلك، السادة والسيدات أعضاء وعضوات المجلس الجماعي لجماعة ورزازات، السادة والسيدات أعضاء وعضوات المجلس الإقليمي لورزازات، السادة كذلك موظفو وموظفات المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لجماعة ورزازات، السيدات والسادة ممثلات وممثلو التعاونيات والجمعيات المحلية، السيد المدير الإقليمي للثقافة، ساكنة جماعة ميسسات، ساكنة دوار أسكا، أيها الحضور الكريم، كل واحد باسمه وصفته والمكان الذي يليق به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة تخليد الذكرى 71 لثورة الملك والشعب، واحتفاء بالذكرى 61 لعيد عرش، عفوا لعيد الشباب المجيد، ورغبة من الجماعة الترابية ويسسات وشركائها لتنفيذ برنامج على بها 2022-2027، وفي إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين الجماعة وكل من المجلس الإقليمي لورزازات وجمعية تمونت للثقافة والرياضة، وبتنسيق مع جمعية تزاب للتنمية بدوار أسكا والمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بورزازات، وبمشاركة من الجمعيات والتعاونيات المحلية والإقليمية والجهوية كذلك. نفتتح اليوم فعاليات معرض ويسسات للمنتوجات المحلية في نسخته الأولى أسكا 2024 تحت شعار المنتوجات المحلية أساس لتحقيق تنمية مستدامة، والذي سيمتد طيلة أيام 17-18-19 غشت 2024. يهدف هذا المعرض إلى التعريف بالمنتوجات المحلية بالجماعة وطرق إنتاجها، وكذلك دراسة ومعالجة الإشكالات التي تعوق الإنتاج وتحسين الجودة مع حلحلة معضلة التسويق، كما نسعى من وراء تنظيم هذا المعرض إلى إبراز مؤهلات فلاحية والتقليدية للمنطقة وتثمينها، علاوة على تحفيز وتشجيع التعاونيات والجمعيات المشاركة على أسلوب التنظيم الفردي والجماعي في عمليات إنتاج وتثمين والتسويق وتحسين تنافسية منتجاتها، وكذا خلق فضاء للتواصل وتبادل الخبرات بين كافة المتدخلين. والجدير بالذكر أنه بالموازاة مع تنظيم هذا المعرض سيتم تنظيم أنشطة وفعاليات موجهة إلى مختلف فئات المجتمعية من نساء وأطفال وحرفيين وجمعويين، بالإضافة إلى إحياء التراث المحلي ودور المجتمع المدني
في خدمة التنمية المحلية وتنمية الوطن عامة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ولا يفوتني أن أوجه شكري وتقديري الخالصين للمجلس الإقليمي لورزازات وفي شخص رئيسه السيد سعيد أفروخ، كذلك السلطات المحلية والإقليمية. الشكر موصول للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم ورزازات، جمعية تموت للثقافة والرياضة، جمعية تزاك للتنمية، والجمعيات والتعاونيات المحلية والإقليمية، واللجنة التنظيمية على المجهودات التي يبذلونها لإخراج هذه النسخة إلى حيز الوجود، وعلى نكران الذات من أجل المساهمة في النهوض بالتنمية المحلية بالجماعة خاصة وبالمنطقة عامة. وشكري كذلك للصحافة بمختلف أنواعها على تغطية هذا الحدث، كما لا ننسى ساكنة دوارنا العزيز أسكا وكل مشاركين والزوار لهذا المعرض. يعني استحيت سوالني استحيت لنا رغد باهر شكر الجمعية التمون في الثقافة والرياضة تنظيم تأثير تنسيق التعاون الجمعية انتزار للتنمية تنسيق التعاون كذلك يعني ساكنة نضوار أسكا في مغارين صغير كازنس أركون تشكر بهراء على عاونتينا إن شاء الله قادة بوش غفوس باش نشجع إن شاء الله يومين إن شاء الله اللي أغيقا من المعرضات نتمنى إن شاء الله أتنقى فوش غفوس باش يزري كلشي بخير وعلى خير. رغاد أدى زغي إيا الشكر خاص إيت مغارين إنت مازير اللي إيقان الجلود الخفاء يعني اللي تخدمن وخو أورد حضار غلقت استعداد غد ولكن دات حضار يعني طلب رصصن دات خدمن الله يجزيكم بخير كل ما يقدس من كرائم نشاطات التظاهرين دنتم إن شاء الله ربي أتوفق ونجيوي إن شاء الله لهنا بخير نضل ربي أدس يكمل أتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نائب رئيس دائرة أمر سكان ممثل صاحب الجلالة على الإقليم السيد النائب البرلماني عن ورزازات حسين وحسيني السيدة رئيسة جماعة الإنتزاز السيد رئيس جماعة شيروا السيد رئيس بلدية طرناف السيد المدير الإقليمي